السلام عليكم الزينات، ان شاء الله كاع تكونوا غايه. مرحبا بكم في القناه تاعي. اللي ماهيش دير ابوني دير ابوني باش يوصلوها لي فيديو تاوعي. اليوم جبت لكم هاد السلطه تاع الخضره، هبال 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 في البنه تاعها. المهم انا واش نسحقو، نسحقو زوج حبات تاع الفلفله، حبه حمراء حبه خضراء، وزوج حبات تاع الدنجال، وحبه تاع الكورجات. انا ما كاش عندي كورجات ما درتش، نقطعوهم كيما هكا في الطول. هنا ما ترقوهمش بزاف، انا رققتهم شويه، نتوما ما ترقوهمش. هاد السلطه غير تاع الصيف، انا عجبتني بزاف عليها، بغيت نشاركها معكم وجايه صحيه تاني. المهم انا هنا قطعت الخضره تاعي كاع كيما راكم تشوفوا، وراني شاعله الفور تاعي على 180 درجه. هنا غادي نزيد واحد الحروره، اللي يبغي الحرور يدير، اللي ما عنده ما يبغيش الحرور ما يديرش. جبت البابي كويسون ودرتها في البلا تاعي، وزدت عليهم شويه تاع زيت الزيتون وشويه تاع الملح كيما راكم تشوفوا. نزيد عليها شويه تاع الملح وندخلها للفور، ونروحو نوجدو الدرسه تاعنا اللي غادي نديروها فيها. هنا غادي نديرو شويه قزبر وشويه معدنوس، ونزيدو عليهم هنايا تبغوا بصله صغيره، تبغوا نص حبه تاع البصل. اللي ما يبغيش البصل اللي ما يديرش كاع بصل، بصح البصل هذا يعطيها بنه، سواء عندكم احمر ابيض، اللي كل واحد وش عنده يدير. هنا درت ثوم بودغ، اللي ما عندهش يدير سنينه تاع الثوم يربيها. درت شويه تاع الحرور الحار وشويه تاع الكمون، وغادي نزيد عليهم زيت زيتون، وندير عليهم نص حبه تاع ليم نعصرها. اللي ما عندهاش ليم يدير مغرف تاع الخل. وهنايا غادي نخلط كل شيء في رحبه، ومن بعد نجيب هذيك السلطه تاعي، كيت هذيك الخضره تاعي اللي شويتها تكون طابت، غادي نزيدها على هاد الخلطه هذه، غادي نديرها فيها. شوفوا بعد ما طابت لي غادي نخلط كل شيء في رحبه. ما تنجمو ديروها ما في الحشا هكا، حاجه خفيفه تجي شابه تاني. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ما عليكم غير تجربوها وتحطوا لي في لي كومونتير.